أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم. على مدار السنوات الماضية أثار رامز جلال الجدل ببرامج المقالب التي يقدمها في رمضان، ما بين شائعات فبركة الحلقات وحقيقتها. وعلى الرغم من ذلك يحظى البرنامج بنسب مشاهدة عالية، واستضاف جلال نخبة من أشهر الفنانين في الوطن العربي والعالم، ومن أشهرهم الفنان الهندي شاروخان، والذي ظهر في واحدة من حلقات البرنامج التي حققت مشاهدات عالية من محب الفنان العالمي. وكشف بوجا دادلاني مدير أعمال الفنان الهندي شاروخان عن تفاصيل الحلقة التي ظهر بها في برنامج المقالب رامز تحت الأرض، والذي يقدمه الفنان رامز جلال. وأوضح دادلاني أن شاروخان تقاضى 400,000 دولار نظير مشاركته في البرنامج، مشيرا إلى أنه مزحة منظمة بحسب ما ورد في تصريحاته للصحف الهندية، وأكد أن كل ما ظهر في الحلقة كان بترتيب مسبق، وأنه مجرد تمثيل وليس مقلبا حقيقيا. وأضاف مدير أعمال شاروخان في تصريحاته أن الحلقة تم تنفيذها وفقا لسيناريو أعده فريق عمل البرنامج، وكان شاروخان على علم به، وأن المشاهد التي ظهر فيها الفنان الهندي غاضبا كانت مجرد تمثيل، مشيرا إلى أن شاروخان لم يغضب أبدا، وإنما كانت مجرد خطة لتسلية المشاهدين. ومن ناحية أخرى أكدت مديرة أعمال الممثل العالمي شاروخان أنه كان على علم بالمقلب الذي يقدمه الفنان رامز جلال في برنامجه، وذلك قبل استضافته. ومن ناحية أخرى هاجمت الصحافة الهندية البرنامج المصري ومقدمه عقب حلقة شاروخان، حيث وصفت جلال بالمهرج المصري. وقالت الصحيفة في تقرير لها: نادرا ما نرى شاروخان غاضبا، لكنه أصبح كذلك خلال زيارته الأخيرة إلى دبي للقيام ببعض النشاطات الترويجية الاعتيادية. ولم يسلم الأمر من انتقادات من الجمهور المصري، لأنه بمجرد عرض حلقة شاروخان في اليوم السابع لعرض البرنامج انهالت الانتقادات الموجهة إلى جلال، والسخرية من طريقة التعامل التي وجهها شاروخان له، في حين رفض البعض تصديق مفاجأة شاروخان لما يحدث، مؤكدين أنه مجرد تمثيل بسبب هدوئه في مواجهة ما يمر به. يذكر أن الممثل الهندي رفض كافة محاولات الصلح خلال الحلقة، ثم شارك جلال جمهوره عبر صورة وفيديو له مع شاروخان توضح تصالحه الأخير معه بعد المقلب، ويخبر المشاهدين فيه أن ينتظروا مشاهدته في البرنامج. شكرا لكم على حسن الاستماع، أراكم في فيديو آخر إن شاء الله، وكل عام وأنتم بخير. لا تنسى أن تضغط على زر الاشتراك ثم الضغط على علامة الجرس حتى تصلك الفيديوهات الجديدة فور نشرها. متابعي قناة كل شيء، أنتم سر نجاح القناة، شاركوا الفيديو مع أصدقائكم تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.